الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الصناعية. الجيش الليبي يقصف معسكرا لميليشيا تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس ويؤكد سيطرته الكاملة على منطقة السبع. إطلاق عملية عسكرية جديدة لتطهير محافظة الأنبار العراقية من عناصر داعش الإرهابية. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الجديدة، استهلناها بالإيجاز. إلى التفاصيل، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة بيرتيز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام القمة بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي، تتناول الرؤية الإفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين إفريقيا ودول المجموعة السبعة. ومن المقرر أن يلتقي سيادته على هامش فعاليات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من مدينة بيرتيز الفرنسية موفد النيل علاء رشوان. علاء، بعد التحية، يعني أهمية المشاركة المصرية هذه المرة في قمة مجموعة الدول السبع بوصف مصر رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي؟ نعم، هذه الدعوة التي وجهت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى تعكس الأهمية والدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإفريقي، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، أو الدور الهام الذي تلعبه مصر خلال حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة بصورة سلمية تضمن أمن واستقرار المنطقة وبالتالي تضمن أمن واستقرار العالم بأسره. في هذه القمة التي تأتي تحت عنوان التكافؤ والمساواة، هناك العديد من الموضوعات والقضايا التي ستطغى على أجندة عمل هذه القمة التي يشارك فيها 27 رئيس وقائد لدولة، بالإضافة إلى 7 دول الصناعية الكبرى. هناك عدد من الدول المدعوة كممثلين أو كضيوف شرف في هذه الدورة من دوران انعقاد هذه القمة. عدد كبير من القضايا التي أشرنا إليها على أجندة عمل هؤلاء القادة، في مقدمتها قضايا الأمن والإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية ودعم وتمكين المساواة للمرأة الإفريقية، خاصة في هذه الدورة التي تترأس فيها مصر الاتحاد الإفريقي وتفرض وجهة نظرها ورؤيتها التي تتحدث بلسان القارة الإفريقية. هناك أيضا عدد آخر من القضايا التي تتعلق بملف الخروج، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، البريكزيت، أيضا التوترات التي تشهدها منطقة الخليج في إطار الملف الإيراني، وأيضا الحرب المعلنة التجارية المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هناك أيضا عدد آخر من الملفات التي تتعلق بوضع أسس جديدة للشراكة بين أفريقيا من جانب وبين مجموعة. هنا تبرز الأهمية الكبرى لمشاركة مصر في هذه الاجتماعات. السيد الرئيس من المقرر أن يلقي كلمة أمام قمة مصغرة للشراكة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، سوف يستعرض خلالها سيادته رؤية أفريقيا لهذه الأسس الجديدة التي تدعم أمن واستقرار وسبل التنمية المستدامة في القارة السمراء. هناك أيضا بعض الملامح التي تطفو على أجندة عمل هذه القمة. هذه القمة يشارك فيها رئيس الوزراء البريطاني للمرة الأولى بوريس جونسون، يحمل معه ملف شائك أشرنا إليه وهو الخروج من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيضا عدد آخر من القضايا سوف نلقي عليها الضوء خلال تغطية هذه الفعاليات
التي سوف تستمر على مدار 3 أيام. نعم علاء، يعني ذكرت أن من ضمن الموضوعات الأساسية على أجندة هذه الاجتماعات هو الأمن، ملف الأمن والإرهاب. كيف لمصر يمكن أن تستفيد من طرح رؤيتها خلال هذه القمة وخلال هذه اللقاءات التي ستتم من خلال مجموعة 7 الكبرى؟ نعم، التجربة المصرية فيما يتعلق بهذا الملف زميلي محمد تجربة عريبة. السيد الرئيس دائما ما كان يطرح رؤية مصر الشاملة للتعاطي والتفاعل مع هذه القضية تحديدا، وضرورة التطرق إلى هذه القضية ومعالجة هذه القضية ليس فقط برؤية أمنية، وإنما أيضا تمتد إلى القضايا الأخرى التي تتعلق بالتنمية ورفع مستوى الوعي، وكذلك أيضا على الصعيد الاجتماعي. مقاربة شاملة تطرحها مصر للتعاطي مع هذه القضية، قضية الإرهاب، ولكن في هذه القمة تحديدا يتم مناقشة هذه القضية من الناحية المعلوماتية ومن ناحية الاستخدامات الإلكترونية. نتحدث هنا عن مكافحة سبل استخدام الإنترنت في قضايا الإرهاب وقضايا العنف والتطرف. مصر أيضا لها خبرة عريضة ليس فقط في مجال مكافحة الإرهاب، وإنما أيضا في قضايا إقرار عمليات التنمية المستدامة كأحد أهم وسائل مكافحة قضايا الإرهاب. من المقرر كما أشار الخبر أن يلتقي السيد الرئيس بعدد من رؤساء وقادة الدول المشاركة في هذه الاجتماعات، لقاءات تستهدف تعزيز ودعم علاقات التعاون الثنائي بين مصر من جانب وهذه الدول من جانب على كافة الأصعدة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. أيضا لقاءات تستهدف دعم وتعزيز التنسيق والتشاور حيال كل هذه الملفات التي ذكرناها. مصر تلعب دور هام ورائد في محيطها الإفريقي بوصفها الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي، وأيضا تجربة مصرية عريضة ليس فقط في مكافحة الإرهاب، وإنما أيضا في التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي. نعم بالتأكيد. موفد النيل علاء رشوان، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة ليبرتيز الفرنسية، أشكرك جزيل الشكر. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة ليبرتيز الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول 7 الكبرى التي ستنطلق اليوم. وفي تصريحات له قبل توجهه لفرنسا، لوح ترامب بفرض رسوم جمركية على النبيذ الفرنسي ردا على فرض رسوم فرنسية على المجموعات الأمريكية العملاقة في قطاع التكنولوجيا. يشار إلى أن القمة تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن الملف النووي الإيراني والكارثة البيئية في الأمازون التي فرضت نفسها مؤخرا على جدول أعمال المناقشات بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي. تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببناء بريطانيا عالمية تتطلع إلى الخارج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي كانت عضوا فيه لمدة تزيد عن 40 عاما. ووعد جونسون عشية قمة تجمع أقوى الاقتصاديات في العالم بتنفيذ بريكزيت، سواء باتفاق مع بروكسل أو من دونه، مع حلول المهلة النهائية في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن على بريطانيا أن بريطانيا لن تعاني من التراجع الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية بعد خروجها من الاتحاد. ومن المتوقع أن يعقد جونسون خلال القمة محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بشروط مناسبة للجانبين. وتنطلق في فرنسا أعمال وفعاليات قمة مجموعة الدول 7 الصناعية الكبرى بحضور عدد من قادة المجموعة. ومن المقرر أن تتناول القمة عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي. على مدار 3 أيام تنطلق في مدينة بياريتس الساحلية الفرنسية أعمال وفعاليات قمة مجموعة الدول 7 الصناعية الكبرى التي تعقد على خلفية حرب تجارية معلنة بين واشنطن وبكين والتوترات القائمة بشأن التعامل مع إيران وملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت. السلطات الفرنسية اتخذت الكثير من الإجراءات الأمنية المشددة، كان من بينها إغلاق مطار مدينة بياريتز وإعلان بياريتز وسائر المدن المحيطة بها حتى الحدود مع إسبانيا منطقة أمنية حمراء.
فرنسا عملت وللمرة الأولى على تغيير صيغة قمة السبع، حيث تم اتخاذ قرار بإلغاء صدور بيان ختامي عن القمة لتجاوز أي خلافات وتجنب تكرار سيناريو قمة كندا العام الماضي. تقارير صحفية قالت إنه من المتوقع أن تكون أجواء قمة مجموعة السبع هذا العام مشحونة مع قادة تختلف آراؤهم تماما حول الملفات الكبرى العالمية. فبعد 40 عاما منذ انطلاق أول قمة لمجموعة الدول السبع عام 1976، تواجه الدول الصناعية الكبرى تراجعا في التعددية وبروز قوى جديدة مثل الصين ونزاعات قومية في قلب الديمقراطيات الغربية. استهدفت مقاتلات الجيش الليبي فجر اليوم معسكر الكيمياء بتاجورا، حيث تمكنت من تدمير 3 عربات مسلحة بمنطقة السباعة وسيارة مصفحة في غريان. وقد أكد الجيش الليبي سيطرته الكاملة على منطقة السباعة بطرابلس بعد صده لمحاولة تقديم تقدم مسلحي الميليشيات قبل يومين نافية في الوقت ذاته، ما يروجه إعلام حكومة الوفاق حول سيطرة الميليشيات على المنطقة. كما أعلن الجيش القبض على أحد القادة الميدانيين المنضمين لصفوف ميليشيات حكومة الوفاق والمعروف باسم الزقيرة، وذلك أثناء محاولة هروبه إلى تونس. أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق انطلاق المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر لتطهير كل مناطق محافظة الأنبار من تنظيم داعش الإرهابي. وقال قائد العمليات بالجيش العراقي إن العملية تشمل تفتيشا وتطهيرا كاملا للصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار من بقايا عناصر داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر جاءت بعد أن حققت المرحلة الثالثة من العملية أهدافها المرسومة بدقة ونجاح. كانت المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر قد خصصت لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق ديالة ومناطق في جنوب نينوى للقضاء على داعش وإنهاء تهديده. في العاصمة السورية دمشق، قال متحدث باسم الجيش السوري إن قوات المسلحة السورية استعادت كامل السيطرة على ريف شمال حماة. بعد ضربات مكثفة على مدار الأيام السابقة وإحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملا، تمكن جنودنا الشجعان من تطهير البلدات والقرى التالية: خان شيخون، مورك، اللطامنة، تلة الصياد، المستودعات، وادي العنز، وادي العسل، كفر زيتا، لطمين، معركبة، لحايا غربية، لحايا شرقية، تل فاس، تل لطمين، وادي حسمين، وادي قسمين، كعب الفرس.
وقال المتحدث باسم الجيش السوري إن تقدم الجيش السوري سوف يتواصل من أجل تحرير كل الأراضي السورية. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن هذه المناطق وما حولها خالية من الإرهاب المسلح، فإنها تؤكد أن العمل جار لتطهير هذه القرى والبلدات من العبوات الناسفة وحقول الألغام الكثيفة التي زرعها الإرهابيون خلال تمركزهم هناك، بما يتيح للإخوة المواطنين العودة إلى مساكنهم ومزارعهم وجني محاصيلهم السنوية بأسرع وقت ممكن. معركة تطهير محافظة إدلب السورية ما زالت متواصلة. قوة الجيش السوري تواصل تقدمها على حساب الإرهابيين في آخر معقل ضخم لهم في الأراضي السورية. بلدات اللطمنة وكفر زيتا واللطمين ومورك ومعر كبة واللحاية بريف حماة الشمالية استعادتها قوات الجيش السورية بعد القضاء على آخر فلول للمسلحين في تلك البلدات، وذلك بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبية. كما تمكنت قوات الجيش السوري من تطويق نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوبي إدلب بعد إحرازها المزيد من التقدم في المنطقة على حساب الفصائل الإرهابية المسلحة. ومع استمرار عمليات التمشيط في البلدات المحررة، تتواصل على الجانب الآخر العمليات القتالية للجيش السوري جنوبا باتجاه مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالية بعد اشتباكات مع إرهابي تنظيم جبهة النصرة. وفي وقت سابق أعلنت الحكومة السورية عن فتح معبر لخروج المدنيين الراغبين من المنطقة التي تشهد تصعيدا عسكريا منذ أشهر في إدلب ومحيطها إلى مناطق سيطرة قوات الجيش السورية. ومنذ شهر أبريل الماضي تشن قوات الجيش السورية مدعومة من القوات الروسية حملة عسكرية موسعة من أجل استعادة محافظة إدلب من قبضة الجماعات الإرهابية المسلحة، وهو ما نتج عنه موجات نزوح ضخمة لسكان المدينة قدرت أعدادها بأكثر من 400,000 سورية. ألقت قوات الأمن التونسية القبض على نبيل القروي أحد أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة لتورطه في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي. جاء القبض على القروي قبل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تأتي بعد وفاة الباجي قائد السبسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز سينيفا وبوليفا، مؤكدة أن الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كلف وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد رد متكافئ على قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة لصاروخ مجنح جديد. أمرت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وغيرهما من الهيئات الرئيسية الروسية بتحليل مستوى التهديد الذي تتعرض له بلادنا جراء أنشطة الولايات المتحدة، وأن تتخذ تدابير شاملة لإعداد رد متماثل. ورغم هذا فإن روسيا ما زالت مفتوحة على حوار متكافئ وبناء مع الولايات المتحدة لاستعارة الثقة وتعزيز الأمن الدولي. أسابيع لا أكثر تلك التي فصلت بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من معاهدة الصواريخ متوسطة المدى مع روسيا وإطلاق البنتاغون صاروخ متوسط المدى من تراس كروز قادر على حمل رؤوس نووية كان استخدامه محظورا بموجب هذه المعاهدة. تكشف تلك الخطوة وما تلاها من تنديد روسي وصيني عن حالة الارتباك السياسي في المشهد الدولي، وأثارت تساؤلات حول الأهداف الأمريكية من تجربتها الصاروخية وتداعياتها على سباق التسلح في المنطقة، إذ بادر الرئيس الروسي للإعلان عن أنه أمر الجيش
بتحضير رد مماثل. نددت روسيا والصين بالتجربة الصاروخية الأمريكية واعتبرتا أنها تصعيد للتوترات العسكرية، وبمثابة دليل على أن واشنطن كانت تخطط منذ وقت طويل لتقويض معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى التي انسحبت منها قبل أسابيع. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جين شوانغ أعلن أن الاختبار الصاروخي الذي أجرته الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد الأهداف الحقيقية لانسحابها من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وهي إزالة القيود عن نفسها والتطوير الحر للصواريخ المتقدمة والرغبة في تحقيق تفوق عسكري أحادي الجانب. خبراء عسكريون يرون أن أقدام الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الخطوة قد يدفع روسيا والصين لإنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي مشترك لمواجهة نشر واشنطن صواريخها قرب حدودهما. الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التعاون بين روسيا والصين على جميع المستويات، خاصة أن البلدين يقومان حاليا بعملية تحديث شاملة لجيوشهما في مجال الأسلحة فائقة السرعة، كما يملك البلدان روسيا والصين قاعدة علمية ضخمة تمكنهما من تحقيق تفوق هائل في مجال التصنيع العسكري. أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن قلقه الشديد من إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين مجهولي الهوية، داعيا بيونغ يانغ إلى وقف الأعمال التي تصاعد من حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة. كما عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا طارئا لتقييم الوضع الأمني الحالي. يذكر أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أفادت في وقت سابق عن إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين مجهولي الهوية من منطقة صندوق بإقليم هام كيونغ الجنوبي في اتجاه بحر الشرق. وفي هونغ كونغ تجمع اليوم المئات من مناصري الديمقراطية في منطقة قولون استعدادا لموجة جديدة من التظاهرات. يأتي هذا بينما يسير العمل في مطار هونغ كونغ بطريقة طبيعية، كما تعمل القطارات والطرق السريعة بكامل طاقاتها على الرغم من دعوات المتظاهرين لممارسة مزيد من الضغوط على صالات المطار ومنافذه وجميع وسائل المواصلات المؤدية إليه. وتعد تظاهرة اليوم أحدث حلقة في سلسلة التظاهرات التي تواصلت على مدى 11 أسبوعا تقريبا للمطالبة بوقف مشروع قانون تم تعليقه لاحقا يقضي بتسليم المعتقلين إلى الصين. ألغت السلطات في تايوان رحلات الطيران الداخلية استعدادا لقدوم العاصفة الاستوائية بايلو، حيث من المتوقع أن تقترب العاصفة خلال ساعات قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان. كانت السلطات في تايوان قد أجلت آلاف الأشخاص في وقت سابق، معظمهم من السياح، إلى مناطق آمنة بعيدا عن الساحل الشرقي، ونشرت حوالي 34 ألف جندي مع تزايد احتمالات وقوع الفيضانات. قال الرئيس البرازيلي جير بولسونارو إن غابات الأمازون التي تتعرض الآن لحرائق غير مسبوقة تعد جزءا مهما من تاريخ كل البرازيليين. أخاطبكم جميعا لنتحدث عن الأمازون الذي اجتذب في الأسابيع الأخيرة اهتمام البرازيل والعالم. غابات الأمازون جزء مهم من تاريخنا ومن أرضنا ومن كل شيء يشعرنا بأننا مواطنون برازيليون. ثرواتنا غير محدودة من حيث التنوع البيئي ومن حيث الموارد الطبيعية أيضا. وختاما تذكر بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبعة الصناعية. الجيش الليبي يقصف معسكرا لميليشيا تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس ويؤكد سيطرته الكاملة على منطقة السبعة. إطلاق عملية عسكرية جديدة لتطهير محافظة الأنبار العراقية من عناصر داعش الإرهابية. بعد قليل قراءة في أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. ابقوا معنا.